بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الآن سنزور بكل جد وكل نشاط الآية الأولى من سورة الحج، وهي سورة نزلت والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالمدينة الذي بقدومه نوير، فأصبحت تكنى أو تسمى بالمدينة المنورة. والسورة الكريمة دي تلبس النزول سورة الزلزلة للسيس، وبدأت بذكر بعض أسماء الله الحسنى. والآية الأولى هي تمجيد الله وتسبيح وتنزيه من كل نقص ومن كل عيب. سبح اكستولز تو، سبح لله تو الله، ستيل غلوريفيكاسيون تا الله، لو ديو اونيك لو ماتر سوبرام et l'unique législateur avec un unique majeur. Et à lui revient toute acte et toute réflexion et tout événement. Wassalam ala al-islam kamam wal-kamam.